الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. جايين النهاردة بعروض حلوة قوي. الستاير دي تخيلوا يا جماعة، هنبتدي بيها العرض. دي ستاير أطفال. دي عليها عرض لغاية يوم عيد الأم تمام ب 45 جنيه حبايبي لغاية عيد الأم تمام. وزي ما قلنا في شحن لأي مكان. هو اللون البامبي بس منها ولا في ألوان تانية؟ لا، في منها ألوان، في اللي هو الفوشيا، في الموف، في الأصفر، أصفر فوشيا تمام. بصوا يا جماعة الألوان أهي، منها عندنا الموف الفاتح ده والأصفر. شفتوا بقى السعر يا جماعة بكام؟ يعني أرخص ستارة في مصر. تعالوا بقى نشوف العروض لسه عند، يلا نشجع بلدنا. ده كرسي السفرة القطيفة. النهاردة بسعر المصنع بكام بقى؟ البلاستيك بتاعه أعرض من أي كرسي تاني. ايوه نشوف كده التقفيل بتاعه كمان تمام. طبعا في مقاسات خاصه، في بيبقى كراسي سفره كبيره، في كبيره متوفر ان احنا هي تجيب المقاس بس واحنا نعمل تمام. الالوان بتاعته ايه بقى؟ ده عش اللون زي الستاره القطيفه وزي الستاره الشماليه تمام. في كمان منه الساده، وفي منه المقلم، المخطط اللي هو المقلم. طب ممكن نشوف حاجه من المقلم ده؟ بصوا حبايبي بقى، جبنا لكم الالوان علشان تبقوا عارفين. دي الحاجات الساده، طبعا ممكن حضرتك تختاري الاربع الوان زي بعض، ممكن انقي منهم اختار كل واحد لون. تمام. لو عندك مثلا 8 3 عايزه كل اثنين لون ماشي، عايزه تمام. كل واحد لون لوحده ماشي زي ما انت عايزه. عندنا الكشمير، هو هوريهم بس الالوان الساده، كشمير يا جماعه والكافيه. بصوا ده مثلا كوكتيل بقى، ده مثلا عندنا كذا لون منه. بصوا في الاصفر ده، اللون ده برده غريب. بصوا حبايبي، وفي هنا برده والاحمر والموف، كل الالوان دي. في كمان منه المقلم، بصوا المقلم منه فوشيا برضو نفس كل الالوان اللي هي الثانيه. ايوه بصوا في ده كافيه، وفي تايجر كده، ولا ده نقشته ايه ده بالظبط؟ بصوا هو مقلم برضو بأي ثمن اسمع المسابقه تمام. نفس الالوان دي بس بيبقى فيها تقريبا السودا. ثواني بقى، صحيح في مسابقه ان شاء الله في اخر الفيديو، استنوا معانا عشان هنكسب ان شاء الله متابعي يوميات اسره بسيطه باذن الله، بس خليكم معانا لاخر الفيديو. اتفضل يا استاذ رامي. في كمان الليكرا. ده الليكرا بقى، مش اللي هو القطيفه؟ لا ده الليكرا. على قطيفه كده. تمام، قطيفه مشجر. عندنا المخطط، عندنا الساده، عندنا المشجر، وفي بص يا جماعه في كمان الليكرا. يعني احنا عندنا ليكرا ساده، وفي مخطط بقى ولا في ليكرا ساده بس؟ لا حاليا الموجود الساده بس. تمام. بينزل منه اللي هو المشجر. المشجر بس مش موجود دلوقتي. خلص طبعا عشان كل سنه طيب. حضرتك طيب، عايزين بقى نعرف سعرها بقى كام الكرسي؟ ما قلناش الكرسي برضه عشان خاطر موسم عيد الام لغايه يوم 21. ايوه الكرسي ب 20 جنيه بس. تمام، وفي شحن طبعا لاي مكان زي ما قلنا. ده لسه بقى المسابقه بقى وجمالها دلوقتي. بصوا حبايبي، اللي برضو بتسالوني عليه دايما اللي هو الكفر بتاع المرتبه، عايزين بقى نعرف شكله. بصوا عامل ازاي، هو وشين ولا ايه؟ ده ووتر بروف. بصوا يا جماعه ووتر بروف اهو، الوش اللي من فوق ده اوب. نفس خامه الفوطه. ايوه صح، كانك ماسكه فوطه كده، ومن تحت جلد علشان ما يسربش الميه، عصير اتقلب كده يعني. ده في جميع المقاسات المراتب. يعني مثلا دي الالوان اللي موجوده منه. بصوا عندنا يا جماعه لون الروز، والاستاذ ورهولنا الموف والبيج والنبيتي. تعالى اوريكم بقى كمان بقيه الالوان، الاسود والرصاصي واللبني زي ما حضراتكم شايفين. يعني زي ما انتوا، مفيش ابيض، في ابيض اهو عشان الناس اللي بتحب الابيض موجوده حبايبي. تعالوا بقى نعرف النهارده سعره كام لمتابعي يوميات اسره بسيطه. اسعاره بقى كام؟ بيبدا عندي طبعا، هو مقاسات على حسب مقاس المرتبه، السرير تمام. المرتبه ال 100 اللي هي المتر ب 90 جنيه تمام. المرتبه ال 120 ب 110. ايوه المرتبه ال 140 ب 130، المرتبه ال 160 ب 150، لغايه المرتبه ال 200 بتبقى ب 190 جنيه تمام. الله ينور الله ينور. عايزين نشوف العروض الثانيه. ده النهارده بقى ايه عروض بقى؟ عروض ومسابقات كمان وجوائز وهيصه. عندنا اول حاجه دي طقمه الثري دي برضو. عندي منه الكبير وعندي منه الاطفال تمام. نازل برضو عليه لعيد الام عروض تمام. تعالوا شوفوها حبايبي، ده يا جماعه خمس قطع، ده نازل لعيد الام. بصوا لونه جميل، طبعا في منه الوان كتيره، ده في منه حوالي 1000 شكل. 1000 شكل يا ما شاء الله. بصوا طبعا خمس قطع خدادين، تربعتين وملايه وكسم مخده.
تمام. ده بالنسبه اللي هو السرير الكبير، ودي الملايه اهي، بصوا الملايه تمام اهي، بصوا الملايه يا حبايبي تمام. متين وعشرة تمام. ده بالنسبه للكبير. ده بالنسبه للكبير. والاطفال بقى اشكاله ايه؟ ده بقى سرير الاطفال، بصوا بقى عليه ايه، ده ايه ده، ده حاجات رمضان. بصوا ده بمناسبه رمضان بقى. بصوا الجمال، ميكي بقى وميني وملايتين سرير تمام. بصوا حبايبي، الله شكله حلو قوي ده. بصوا يا جماعه تمام تمام. ايه العرض بقى؟ بكام بقى العرض بتاعه؟ الكبير الخمس قطع النهارده لغايه برضه يوم 21 ب 150 جنيه. 150 تمام. الاطفال ست قطع ب 180 جنيه. ب 180 جنيه، وفي الالوان متوفره عادي وكله. الالوان جميع الاشكال زي ما قلت لك، ده بينزل من السوق دي 1000 شخص. تمام. أو كبير. تمام، الله ينور. كمان لسه ما خلصتش العروض معانا. ايه العرض بقى؟ طقم سرير الاطفال. بصوا يا جماعه. اهو. تمام، ده او ده. ده او ده. ايوه. ده قطن صافي. تمام. ده عامل 250 جنيه، عرض عليه 250 بدل من 320. وهو لونه كله كده اللون ده؟ لا، ده في منه اربع الوان، بيبقى اللون ده. أيوة. وفي الزيتي، في الكافيه. ايوه. وفي الاسود، وفي الرصاصي. الوانه كلها غامقه شويه صح؟ غامق بس عشان الاطفال، عشان الاطفال ما يوسخوش الدنيا يعني. ده في منه 10 الوان. ده 10 الوان، نازل بقى النهارده بكام؟ ده ب 250 بدل من 320. تمام، الله ينور. طبعا يا جماعه المكان هنا زي ما قلت لكم مصنع مجهز لاي حاجه، لو حضرتك طلبتي اي حاجه ممكن يعني، ولو مثلا مسافتك بعيده ولا حاجه بتبقي عارفه تاخديها في قد ايه بقى مرامي؟ بتاخدها وهي قاعده يعني، وانت قاعده نص ساعه ساعه بالكثير وهي قاعده. تمام، بنكون خلصنا لها اي شغل ليها هي مستنيه. ولو في جمله الناس عايزه تشتغل اونلاين، الحاجه قدامك اهو، المكان قدامكم، ربنا يا رب يزيد ويبارك، بس احنا مش عايزين نطلع الناس. في كمان بقى عايزين نعرف شروط المسابقه. عايزين بقى نعرف شروط المسابقه ايه بالظبط؟ الشير والاشتراك في القناه واللايك طبعا، وبتيجي تشرفينا في اي وقت، بتاخدي الهديه بتاعتك لما بنعمل السحب وبنختار الهديه. حاجه من المنتجات اللي هنا في المصنع، حاجه من المنتجات المصنع. جماعه اكتر حد هيعمل لايكات للفيديو، شير للفيديو، شير للصفحه بتاعتنا، في التعليقات هنقول على الهدايا كمان. ايوه، في التعليقات هنقول هدايا على الهدايا، وان شاء الله باذن الله تكسبوا حاجه كويسه باذن الله هنا يعني من المصنع باذن الله. وعلى فكره الحاجه بتبقى هنوريها لكم باذن الله، اللي هي الاختيار الفايز وكده باذن الله هيبقى مباشر، بس مباشر ان شاء الله. ان شاء الله. لو دخلتوا على الصفحة. صفحه الرواد للمفروشات، مكتب الرواد للبيع بالجمله، هتشوفوا ان احنا عاملين مصداقيه تمام، وساعتها شغاله في السنه باذن الله. تمام، وبكده تكون خلصت العروض بتاعنا. يا رب العروض تكون عجبت حضراتكم. هكتب لكم طبعا العنوان واللينك الصفحه وكل حاجه في صندوق الوصف ان شاء الله، او في التعليق المثبت. اتمنى منكم بقى دعوات كتير، لايكات كتير، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للعنوان يا حبايبي، احنا في محافظه اسكندريه، واحنا دلوقتي على محطه قطر توسون او الاكاديميه البحريه، المحطه اللي قبل ابو قير على طول. هننزل المحطه بتاعه القطر، هنركب اي توك توك، نقول له الاداره التعليميه عند شارع المحرقه. المكان اللي رايحين له في اول اهو، ده الشارع بتاع المحرقه، اوله كده هنلاقي محل ادوات كهربائيه احمد موافي، المحل على جنبه على طول، او المصنع جنبه على طول، وفي كمان حضانه مشهوره هناك اسمها كيندر جاردن. تمام كده، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم.